اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم رشيده بيوتي. الفيديو ديال اليوم غادي يكون مختلف واحد شويه. غادي نقرا لي كومونتير ديالكم، يعني اي وحده كتخلي لي كومونتير في القناه تقدري اليوم تسمعي سميتك في هذا الفيديو هذا. المهم متبعي من الاول حتى الاخر الفيديو باش المهم باش نقرا عليكم هاد التعاليق هادو. صراحه تعاليق زوينين في المستوى، يعني كاينين تساؤلات، بنات كيطرحوا عليا اسئله، يعني قلت علاش لا، يعني اسئله في المستوى وكنجاوب بزاف، راه النص الكبير كنجاوبو في القناه. يعني ما كنبغيش غير نحط فيديو ونخلي لكم التعليقات كتبوا فيها اللي بغيتوا، يعني ما نجاوبش، لا كنبغي نجاوب كلشي والاغلبيه كنجاوب. يعني الا دخلتوا للقناه ديالي غتلقاوني كنجاوب وغندير غير قليب. المهم راني قريت السؤال اولا قريت الكومونتير ديالك، فيعني دائما كنبغي يكون بيناتنا واحد التواصل. وهاد الفيديو هذا غادي يكون زوين بالنسبه ليا انا، علاش؟ لان غادي نزيدو نتقربوا من بعضياتنا اكثر، وكل مره غادي نبقى ندير فيديو بحال هكا، يعني نبقى ناخذ اسئله من 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 التعاليق ونبقى نجاوب عليهم ونذكر الاسم ديال كل وحده. المهم هانتوما معايا في هذا الفيديو هذا، كما قلت لكم تبعوه من الاول حتى الاخر باش تقدري تسمعي سميتك، وحتى الا ما كنتي من الناس اللي ما كيعلقوش المهم تبعي الفيديو لان فيه اسئله اللي زوينين غادي تستفدي منهم. المهم بعدا اول حاجه بغيت نقراها اولا اول كومونتير بغيت نقراه ديال واحد البنت صيفطاتو هادي 3 ديال السيمانات في الفيديو ديال كوجيكلار. المهم هاد التعليق هذا ما عجبنيش، قريته شحال هادي ما درت له لا قليب ما جاوبت ما حتى شي حاجه، ولكن اليوم غادي نقراه لكم في الفيديو لان هاد الكومونتير هذا جاني سلبي بزاف بزاف لواحد الدرجه كبيره. مهم ديال بلا ما نذكر الاسم ديال البنت، كتبات لي اللي كبرت في السن كاع ما تخسر فلوسها في هاد الشيء، حيت حتى كريم ما غيحيد ليها التصبغات والبقع. يعني دابا اللي كبير في السن غادي يمشي يشري واحد الكفن وغادي يحطو حداه في البلايص اللي تيقلت فيها واللي تينعس فيها وستنى الموت حتى تجيك. يعني كل واحد كيعبر على المستوى ديالو من خلال التعليق اللي تيكتب. يعني هي بغات تنصح البنات باش انهم اولا يعني الناس اللي كبار في اللاج باش انهم ما يشريو حتى شي حاجه، ما يديروا حتى شي حاجه لوجههم، يعني ما غادي حتى حاجه ما غتعطيهم نتيجه. يعني هذا هو المعنى ديالها هي، ولكن ما عرفتش توصل الميساج بواحد الطريقه اللي هي لابقه وزوونه. بالعكس انا كنشوف ناس كبار في اللاج والوجه ديالهم تبارك الله ما شاء الله احسن من ديالي كاع، ما فيهم لا تصبغات لا نمش لا كلف. وكيجيو عندي هنايا ناس يعني كبار في اللاج كيمشيو للطبيب كيخرج لهم دي زيكريم اللي فريمون كتعطيهم نتيجه، وفاش كترجع عندي تبارك الله وجهها صافي. يعني بحال هاد الناس اللي تيكونوا سلبيين كنصحكم نصيحه من هاد المنبر هذا، الا عندكم شي واحد في حياتكم بحال هاد البنت هادي حاولوا ما امكن انكم تجنبوه، ما تجلسوا معاه ما تهضروا معاه، يعني تجنبوه لان بحال هاد النوع هذا كيحطمك كيدمرك. تبغي تمشي تشاوري معاه في شي حاجه ولا تهضري معاه في شي حاجه يقدر بكلمه منه بكلمه واحده منه يغير لك الفكره ديالك كامله ولا يحطم لك الاحلام ديالك. كيف ما قلت لكم بكلمه واحده منه يقدر يحطم لكم الاحلام والطموحات ديالكم. يعني بحال هاد الناس هادو حاولوا ما امكن انكم تجنبوهم. بالعكس اختي كاينين ناس كبار في لاج والوجه ديالهم تبارك الله ما شاء الله منور ما فيهم حتى شي خبشه هي الاخره ما فيهمش. يعني بحال هاد الكومونتير هذا كان ممكن انك تكتبي بواحد الطريقه اخرى اللي غادي توصل لقلوب الناس بواحد الطريقه يعني بلا ما تجرحي، لان بحال كتقولي شي واحد انك كبير في لاج يعني صافي مبقى يقري فيك حتى شي حاجه. المهم هاد الكومونتير هذا غير بغيت نقراه وصافي باش يعني اللي قاس هاد الكومونتير عندي في القناه وكانت كبيره في لاج نبغي نقول لك انه بالعكس انت ممكن انك تعالجي وجهك، ديري دي زيكريم، ديري مرطبات، ديزي دغاطونت، مهم تهلاي في وجهك مهما كان تهلاي في وجهك. دوزو تعليق واحد اخر البنات اللي من عند هناء 88، هذه 6 ايام دابا باش صيفطت لي هذا الكومونتير هذا، قالت لي بليز الا قولي ليش من عكر كديري والرقم ديالو بليز. شكرا هناء على هاد الكومونتير ديالك. نورمالمون كنت خصني نوريك هادشي في الدار، دابا حنا في الخدمه ولكن ماشي مشكل، كنت جاوبتك وقلت لك راه هاشم شنو كندير ولكن غنوريك العكوره. المهم كندير الاول اللي هو هذا ديال كسيا بيوتي، ها هو هذا راه ما فيه لا ريفيرونس لا والو، المهم اللون ديالو هو هذا كيف ما كتشوفي. وكندير هذا ديال ايفر بيوتي، ها هو كيفاش داير مات هذا هانتوما، هذا هو اللون ديالو بالنسبه لا ريفيرونس ديالو 210. المهم هما هادو الاغلبيه اللي كنديرو دابا حاليا راني دايره هذا. وكندير واحد اخر ديال 5 دراهم، كناخدو من عند مول 5 دراهم، حتى هذاك زوين يعني ما بيهش غير هو ما يعني كيخصك تشوفي شي واحد اللي ما غاديش ينشف لك الشنيفات ديالك وصافي. هذاك راه ما فيه لا سميه لا ريفيرونس لا حتى شي حاجه على داكشي بلا ما يحتاج انني نوريه لك، وتقريبا اللون ديالو داير بحال هذا. دوزو لسؤال واحد اخر من عند المهم كتبه سميتها كتبه والو والو
قالت لي واش ضروري الواقي الشمسي حيت تنطيب الخبز في الدار. كيف ما كنقول لكم دائما الواقي الشمسي شي حاجه اللي هي مهمه وضروريه، كنتي كطيبي الخبز ولا ما كطيبيش الخبز ضروري ديريه في الدار، لان الاشعه الفوق البنفسجيه راه كتدخل لينا حتى الدار وكتقدر انها توصل لينا للجلده ديالنا. دونك ضروري ديري الواقي الشمسي ديالك في الدار ومن غير الدار. سؤال واحد اخر من عند مليكه، كتبات لي اختي ما كترجعش على الوجه، شحال نبقاو مداومين عليها؟ ممكن ناخذها من عند مول ماكياج، يعني كتهضر ليا على كوجيكلير. انا نجاوب وغادي نكمل. كيف ما قلت لكم البنات، هاد البنت كتهضر ليا على كوجيكلير، وبزاف ديال الاسئله كيوصلوني عليها بحال هكا، واش ما كترجعش على الوجه، شحال المده اللي غادي نستعملها. المهم كوجيكلير ما كترجعش على الوجه الا عرفتي تستعمليها. كيف ما كنقول لكم راه الطريقه راني شارحاها عندي في القناه، الا عرفتي تستعمليها ما غاديش ترجع لك على وجهك، وضروري كيخص يكون عندك واقي شمسي معاها باش هكا فاش كتخرجي للشمس كتكوني ديجا حاميه الوجه ديالك من الاشعه ديال الشمس، يعني بداك الواقي الشمسي. وبالنسبه للمده، المده ما كتفوتيش فيها 3 موا، يعني عطاتك نتيجه ولا ما عطاتك ما كتفوتيش فيها 3 موا. وقالت لي واش نشريها من عند مول المكياج؟ لا اختي ما تشريهاش من عند مول المكياج، خديها من الفارماسيان ولا من الباراميديكال. دابا غادي ندوزو لسؤال واحد اخر ديال ادم متراوي. قالت لي شي حاجه للانتفاخ تحت العين. بالنسبه للانتفاخ اللي تيكون تحت العين، بعد اول حاجه كيخصك تعرفي السبب ديالو، يعني كيكون جاي من ستريس الاعصاب، الناس اللي كينعسوا بزاف واحد الفتره اللي هي طويله، سوء التغذيه مثلا، الناس اللي كيكثروا الملح بزاف في الاكل ديالهم كيخصكم تقللوا من الملحه، الغده الدرقيه، كاين كذلك البنات العياء، يعني الناس اللي كيديروا مجهود بدني ولا المهم كيعياو في النار ديالهم. الحساسيه اللي كتكون في العين حتى هي كتاثر على هذه المنطقه هذه وكتولي منتفخه، يعني كيخصك تعرفي السبب اللي عندك بالضبط اللي مخلي عندك داك الانتفاخ، وعاد دوزي العلاج. وهذا الفيديو هذا ان شاء الله ناويه انني نديرو، نهضر على الاسباب ديال هذا الانتفاخ هذه، يعني كيفاش ديروا تعالجوا هذا المشكل هذا. غير تبقاو تتبعوا معايا فيديو من ورا فيديو، راه اي حاجه كنهضر عليها. تعليق ديال غزلان غزلان، كتبات لي اختي رشيده بغيت نسولك، الله ينورك شريت المكمل الغذائي اوروستين وما عرفتش طريقه الاستعمال، واش نشربو هكاك اولا نفتح ديك البلاستيكه ونخوي ديك ونخوي داك المسحوق في معلقه ونشربو؟ كنتمنى تجاوبيني. الله ينورك لاختي، غادي تشربيه نيشان، غادي تحليها وتشربيها، ما غاديش تخوي داك المسحوق اللي فيها، يعني هي كتمشى هكاك غادي تشربيها هكاك في الصباح ونص النهار وبالليل قبل الماكله بنص ساعه. دحلاس غيتلان كتبت لي سلام اختي رشيده، انا من المتتبعات ديالك، شكرا بزاف على المعلومات. بالنسبه لي عندي بشره جافه بزاف، وفي هذا الوقت وجهي كله كيتقشر وفيا الكلف، باش تنصحيني اختي غزلان؟ بالنسبه للناس اللي عندهم البشره ديالهم جافه، نيشان سيرو لاغام ديال سيتافيل، سيتافيل كنصحكم بها بزاف. الناس اللي عندهم بشره جافه راه كترطب، خدي لاغام كامله، غسول مرطب، واقي شمسي، يعني اي حاجه في سيتافيل خديها، لان فريمون شي حاجه اللي زوينه بالنسبه للواقي هو هذا، هو الواقي الشمسي. كاين كذلك المرطب اللي هو هذا. وبالنسبه للكلف، الكلف خدي دي بي وايت ادفانس ولا خدي كوجيكلير ولا كلار سكين على حساب. ودائما الواقي الشمسي ضروري انك ديريه باش ما يزيدلكش هذاك المشكل ديال الكلف، لان الناس اللي عندهم الكلف النمش تصبغات ضروري من الواقي الشمسي، لانهم هما كيبانوا بزاف مع الشمس، اولا الشمس نقدر نقول لكم كتهيج هاد المشاكل هادو بزاف. دونك ردي البال دائما الواقي الشمسي، وديك الساعه ديري شي كريم اكليرسيسون اللي غديريها من الليل باش تحيد لك المشاكل اللي عندك في البشره ديالك. حسناء هامه كتبت لي اختي بغيت نسولك شكون اللي فيهم زوين، واش كلار سكين ولا كوجيكلار؟ انا كنفضل كوجيكلار. علاش؟ لان كلار سكين نقدر نقول لكم شويه فيها مكونات اللي غير امنه، باغ كونطخ كوجيكلير لا، فيها غير لا فيتامين سي، كوجيك اسيد، يعني فيها مكونات اللي هما زوينين ما كيضروش البشره، غير كيخصك ديريها من الليل وصافي. يعني اي سيروم اكليرسيسونت ولا اي كريم اكليرسيسونت راه كدار من الليل. والبنات اللي كيسولوني شحال المده باش نتبعها، بحال دابا زينب زيراري كتبت لي شحال ديال المده باش نستعملها واش نتبعها اكثر من شهر. بالنسبه للمده كتبقى على حساب لابو ديال كل وحده، كاينه اللي كتبرى دغيا، كاينه اللي كتاخذ معاها شويه ديال الوقت، وعلى حساب داكشي واش قديم، لان هادشي كيختلف من وحده لوحده، كاين اللي عندها كلف قديم، كاين اللي عندها جديد، كاين اللي لابو ديالها دغيا كتبرى، كاينه اللي ما كتبغيش تبرى لها دغيا، يعني على حساب كل وحده وهي. المهم كتاخديها وكتستعمليها، الفرق كيبدا يبان من الشهر الاول وما كتفوتيش فيها 3 شهور. بريتي قبل من 3 شهور هو هذاك، ما بريتيش راه صافي كتوقفيها، يعني 3 شهور كيخصك توقفيها.
التعليق ديال ام يحيى كتبت لي سلام اختي دابا اسبوع باش بديتها وما بان لي حتى فرق ولو قليل. المشكل عندي كلف قديم ديال الحمل. كتهضر لي على كوجيكلا. اول حاجه ما كاين حتى شي كريم اللي غتبين لك الفرق في السيمانه الاولى، راه على الاقل من الشهر الاول عاد كتبدا تبان لك النتيجه، يعني ما كتكونش النتيجه 100% اولا ما كتحيدلكش المشكل 100% وانما عاد كتبدا تبين لك النتيجه لمده ديال شهر. ما كاينش شي حاجه اللي غادي تحيد لك المشاكل ديال البشره في مده قصيره ديال سيمانه، راه ما يمكنش، هذه ما كايناش نهائيا. اي حاجه كيخصها واحد شويه ديال الصبر، راه 3 شهور ولا شهرين ولا كاع حتى شهر ما دات ما جابت، يعني كتصبري كتبعي التريتمون ديالك نيشان هو هذاك وفي الوقت وبانتظام وبزاف ديال الامور كيخصك تتبعيها باش كتعطيك نتيجة اللي هي زوينه ولكن ماشي في سيمانه. راويه الرامي كتبت لي اختي نسولك عافاك واش نقدر ندير الماسكات الطبيعيه في في الفتره اللي نستعمل فيها هذا الكريم هذا. بعدا سمحي لي ما جاوبتكش في التعليق، يلا شفت الكومونتير ديالك دابا. لا ما يمكنلكش تستعملي الوصفه الطبيعيه لان البشره كل ما كثرتي عليها هذه وصفه طبيعيه هذا سيروم هذا بوماد هذا راه كتضيع. البشره كيخصها ترتاح، كديري ديك كوجي كلير ديريها ما ديري حتى شي حاجه اخرى، لان كيف ما قلت لكم كاينين وصفات طبيعيه اللي كيضيعوا البشره. تقدري ديري حساسيه للبشره ديالك لانك كثرتي عليها قوت لي برودوي وما خليتيهاش ترتاح. مادام انك كتستعملي كوجي كلير استعمليها حتى تسالي من كوجي كلير، ديك الساعه دوزي الوصفه الطبيعيه. رشيده وداود كتبت لي الله يحفظك شي كريم البشره يناسب سن الخمسين. ما قلتيليش المشكل بالضبط، يعني اشنو عندك في البشره ديالك، ولكن غادي نعطيك بعض النصائح. كننصحك بالترطيب، هذه هي اول حاجه، كتاخدي مرطب على حسب النوع ديال البشره ديالك. وكيف ما قلت لك الترطيب ضروري، شي حاجه اللي مهمه وضروريه باش هكا كتحافظي على وجهك سيرتو الا كان جاف كتحافظي عليه من التجاعيد. وكننصحك بسيروم فيتامين سي كيعطي لك للبشره، كيفتح اللون ديال البشره، كيحارب التجاعيد. صافي. اما الا كان عندك شي مشكل اخر، يعني كتقصدي شي مشكل اخر، كتبيه ليا في التعليق وغادي نعاود نجاوبك ان شاء الله. التعليق ديال سعاد كتبت لي اختي ممكن تجاوبيني، لا خديت هاد كوجي كلير بالليل ممكن نستعمل واقي شمسي اسي ام ولا سوليبيافين؟ ممكن تستعملي اي واقي شمسي بشرط انه يكون كيوالم النوع ديال البشره ديالك، يعني اي واقي شمسي كيف ما كان ديريه مع كوجي كلير. غير كيف ما قلت لك شوفي نوع البشره ديالك كيفاش دايره، واش دهنيه واش جافه واش حساسه، وخذي الواقي الشمسي اللي كيوالمها. السؤال ديال انفينيكس ماروك كتبت لي سلام اختي عافاك بغيت شي مكمل غذائي وما يكونش كيزيد في الوزن، كنصحك بفوركابيل اولا سبيرولينا تاخديها قبل الماكله. بعد فوركابيل راه ما كيزيدش، خديتيه قبل الماكله اولا من مورا الماكله ما كيزيدش نهائيا في الوزن، ولكن سبيرولينا اللي خديتيها من مورا الماكله تقدر تزيدك واحد شويه في الوزن، ولكن الا خديتيها قبل الماكله راه ما غاديش تزيدك نهائيا. السؤال ديال الله اكبر ماما هادشي اللي كاتبه قالت لي كندير عكا 24 ساعه تغير اللون بزاف، شنو المعمول؟ المعمول هو اول حاجه بعدا ما غاديش تبقاي ديريه، غادي تحيدي عليك ما ديريش نهائيا. واي وحده كتشوف فيا هنايا ما كنصحكمش بداك العكر ديال 24 ساعه، واخا كديريه في الاول، يعني في الاول ما كيبانلكش الفرق نهائيا، كديريه كيعجبك كيعطيك اللون وكيبقى قابط لك، ولكن مع المده ومع المداومه راه كيدير تصبغات في الشفاه، دونك ما كنصح حتى شي وحده بداك العكر. فالمعمول كيف ما قلت لك اول حاجه غادي توقفيه، وثاني حاجه دخلي الفيديو اللي هضرت فيه على تغير لون الشفاه، راه غادي تستافدي بزاف ديال الحاجات من داك الفيديو. ووريتك تما حتى بعض المرطبات اللي زوينين كيرطبوا لك الشفاه ديالك وفي نفس الوقت كيحيدوا لك التصبغات ديال الشفاه. سؤال ديال فاطمه فاطمه طوال كتبت لي اختي نصحيني بشي مرطب للوجه في هذا البرد، واش كريم ديفيرين مرطب زوين ولا لا؟ الله يعطيك الخير. هاد البنت هادي ما جاوبتهاش حيتاش ما شفتش الكومونتير ديالها، يلاه دابا شفتو كنقول بعدا سمحي لي حيت ما جاوبتكش في التعليقات. كريم ديفيرين اول حاجه ماشي مرطب، كريم ديفيرين كتيبس الحبوب، وثاني حاجه كتنشف البشره بزاف، راه الناس اللي كيستعملوها يعني كينشفوا بها الحبوب ديالهم راه عارفينها انها كتنشف البشره لواحد الدرجه كبيره. انا ما عرفتش شكون قال لك كريم ديفيرين راه مرطب، ولكن اختي راه ماشي مرطب نهائيا. تعليق ديال واحد البنت ما كتبش السميه ديالها، كتبه قران كريم. المهم قالت لي السلام اختي انا بشرتي بيضاء ولكن مع الضغوطات ولات حالتها، الا كان ممكن عطيني شي كريم يفتح ويرجع ليا وجهي كيف كان نتمنى تجاوبيني محتاجه بزاف.
بعد اول حاجه كيف ما كنعرفوا ان الحاله النفسيه ديال كل واحد راه كتبان عليه. كانت حالتك مرتاحه وما عندك ما عندكش مشاكل، ما عندكش ضغوطات، راه هذا الشيء كينعكس لك على البشره ديالك، دائما كتلقاي فيها واحد ليكلا. وكاينين الناس اللي الله يحسن العوان عندهم مشاكل، ضغوطات ديال الحياه، كل واحد واشنو عنده، داك الشيء عاوتاني كينعكس له على البشره ديالو. دونك اول حاجه كيخصك تكوني بعدا مرتاحه، يعني واخا ديري شي كريم اولا شي حاجه راه ما غادي يعطيك ما غيعطيكش شي مفعول، لان اصلا الحاله النفسيه ديالك ماشي هي هذيك الحاله النفسيه ديالك، ما مرتاحاش. يعني اول حاجه بعدا كيخصك تجنبي اي حاجه كتوترك، اي حاجه كتعصبك، حاولي ما امكن انك تجنبيها. ديك الساعات خدي سيروم فيتامين سي او سيروم فيتامين او، وتهلاي في وجهك بمرطبات واقي شمسي، يعني دائما تهلاي في البشره ديالك، دائما رطبيها، دائما حميها من الاشعه ديال الشمس. فهذا الشيء اللي ممكن انني نقول لك، والراحه النفسيه راه ضروريه ومهمه بزاف. التعليق ديال تيتيما كتبت لي الله يسهل امرك، اعتقيني بشي كريم مرطب للبشره المختلطه يكون نازل شويه في الثمن، هاد الايام كيتقشروا لي حناكي بزاف، لا زون تي ما كتقشرش ولا غوش بوزاي جاتني غاليه شويه. شوف انا اي وحده عندها بشره مختلطه وكتبغي شي حاجه اللي تكون رخيصه في الثمن كنصحها بكالين واعره. اول حاجه كدير خدمتها مزيان، وانا براسي كنت كنديرها، واقيلا دايره غير شي 80 ولا 90 درهم في البارا فارماسي، في الفارماسيين يمكن كنديرها شي 100 درهم ولا 100 وشي حاجه بحال هكاك. صراحه زوينه، ما فيهاش اضرار، وكترطب مزيان، وكتليق لاي بشره. كيف ليق ديال زهره سوس، الله يفرحك اختي، كنثق فيك، ديري لينا شي حاجه البوم زوين، راني ربي اللي عالم بيا، ضعيفه وكندير الوصفات ما كنغلطش، شي نصيحه الله يحفظك ويسر امرك. الله يشافيك يا ربي. مهم اول حاجه غادي نقولها الناس اللي عندهم بوم زويب بلا ما يضيعوا يعني هي الفلوس ديالهم في الوصفات الطبيعيه اولا في المكملات الغذائيه، لان ما غاديش يعطيوهم نتيجه، لان كيف ما كنعرفوا ان بوم زوي شي حاجه اللي كتضعف بزاف، واخا كتاكلي مزيان، واخا اصلا بوم زوي ما كيخليكش تاكلي مزيان، يعني كنقولك زعما الا كنتي كتاخدي شي فاتح شهيه ولا واخا تكوني كتاكلي مزيان ما غاديش يبان فيك الفرق، لان عندك داك بوم زوي هو اللي مضاعفك. نصحك انك تمشي للطبيب، انا ما نقدر نقول لك حتى شي حاجه، علاش؟ لانني واخا نقول لك شي كينه اولا شي سيرو ولا شي حاجه غير غادي يهدن عليك وصافي، من بعد فاش غادي توقفيه غادي يرجع لك المشكل عاوتاني، لان بوم زوي كيكون مرتبط بالحاله النفسيه ديال الانسان. الانسان اللي تيكون دائما مستريسي، دائما عنده ضغوطات، معصب، فيه الاعصاب، تيكون فيه بوم زوي. وفاش كتمشي للطبيب راه كيخرج لك تريتمون اللي اول حاجه كيعطيك مغنيسيوم، كيعطيك شي كينه مهدئه الاعصاب، كيعطيك كينه ديال بومزوي، يعني كيعطيك بزاف ديال الامور. انا شخصيا ما نقدرش نقول لك استعملي هذه ولا استعملي هذه، الله يجيب الشفاء. وكاينين بنات كنعرفهم كيمشيو غير عندوك العيالات اللي كيكويو عليه. وعليكم السلام. المهم على ما تدخل، كاينين بنات كيمشيو غير عند العيالات اللي كيكويو عليه وكيجيب الله الشفاء، يعني حتى دوك العيالات راهم مزيانين بزاف الا مشيتو عندهم. بان لي هنا واحد الكومونتير زوين خصني نقراه، واخا ماشي سؤال ما والو، ولكن عجبني ديال حليمه بنالي، كتبت لي اختي الله يحفظك، كيعجبوني لي فيديو ديالك وعندك طريقه زوينه، ربي يحفظك، كنقول لك شكرا بزاف، ولهلا خطك عليا وعلى هاد الكومونتير الزوين اللي مصيفطه ليا. سؤال ديال انصاف صهيب، ممكن تقولي لي انواع واقي شمسي بشره جافه عافاك اختي؟ كاينين بزاف، كاين نيوديرم كيليق البشره الجافه، كاين سانسكين، كاين فيشي، اونتيليوز، سيتافيل، هادو كاملين كيليقوا البشره الجافه، فيهم واحد الترطيب اللي هو خصوصا سيتافيل، دائما كنقولها لكم فيه واحد الترطيب اللي هو عالي. تعليق ديال نوركين، كتبت لي سلام اختي رشيده عافاك، بغيت نسولك، انا كان عندي تساقط الشعر، مشيت للطبيب عطاني مينوكزيدين، قال لي استعمليه 3 شهور، استعملتها غير شهر واحد وناض لي الزغب في وجهي ويدي ودني، صافي قطعته، واش غيمشي مني داك الزغب ولا صافي غيبقى هكاك؟ بليز اختي رشيده جاوبيني. شحال هادي كنت درت واحد الفيديو على هاد المينوكزيدين هذا، وكنت قلت طريقه الاستعمال ديالو، كنت وصيتكم باش ان فوا ديريه للشعر ديالك كتمشي نيشان كتغسلي يدك، لان الا بقى لك غير شويه في يدك مثلا غير نسيتي درتي هكا ولا حكيتي ولا قصتي في شي بلاصه غادي ينوض لك الزغب في الوجه ديالك، وكيف ما قالت لينا البنت ناض لها في الودان، في الوجه ديالها، في اليد ديالها. يعني ان فوا تستعملوا تريكوفيفاكس اولا المينوكزيديل اولا فوركابيل سوليوشن، مهم اي حاجه كديريها وكتنوض لك الزغب في ديك المنطقه كديريها وكتغسلي يدك نيشان، ضروري كديريها وكتمشي تغسلي يدك.
داك الزغب ما عندك مناش تخافي، راه غادي يمشي لك ما غاديش يبقى فيك، يعني مع المده راه غادي يبدا يطيح شويه بشويه. شراك الروب قالت لي اختي شكرا بزاف على هذه المعلومات، اختي تكلمي لينا على سيكوس ديال الحبوب. بالنسبه لسيكوس راني داويه عليه في القناه، غير طي الفيديوهات هو ماشي قديم بزاف، المهم غير الفيديوهات اللي من مور هذا ما صرتوش بزاف، راكي غتلقاه ولا نقدر نخلي لك الرابط ديالو في صندوق الوصف، كليكي على داك الرابط غادي تفرجي في الفيديو هضر عليه. المهم تبقاو تقلبوا البنات فلاشين، اي حاجه جاتكم على بالكم راه غتلقاوني هضر عليها، غير تبقاو تقلبوا فلاشين وصافي. المهم البنات سمحوا لي ديشارجي لي التليفون على داكشي، جيت لهاد البلاصه غتبان لكم الاضاءه تبدلات، ولكن المهم راه قررت نسالي الفيديو واخا طولت عليكم بزاف ماشي مشكل. السؤال ديال توايا ملولين كتبت لي 1000 لايك حبيبتي شكرا على المعلومات، بغيت نسولك على البوماده تريتو سبوت اشنو رايك فيها واش مزيانه. بالنسبه للراي ديالي في ديك البوماد صراحه انا ما كتعجبنيش لانها كترجع على الوجه، هي فعلا كتصفي لك الوجه وكلشي في ديك الفتره ديال الاستعمال، ولكن ابخي ملي كتوقفيها عندك شهر شهرين كيرجع لك المشكل وكيرجع لك كاع مضوبل اكثر من القياس. السؤال ديال سيمو كتبت لي اختي انا عندي البشره دهنيه وفيها الحبوب، اشنو الواقي الشمسي المناسب؟ الله يجازيك بالخير. يمكن نصحك بانتيليوز، انتيليوز زوين بزاف. انت عندك بشره دهنيه خدي انتيليوز انتي بريونس، حيد لك هذوك الافرازات ديال الزيوت اللي كتكون في البشره هي اللي كتسبب في الحبوب والمسام الواسعه. التعليق ديال زينة بيلا كتبت لي تبارك الله عليك اختي الا جات على خاطرك تكلمي لينا على العنايه بالشعر خصوصا في هذه الفتره، كنعانيو من تساقط الشعر بزاف، يا ريت تعطينا روتين متكامل للعنايه بصحه الشعر. ديجا دايره فيديوهات على الشعر صراحه ما كنديروش بزاف لانني كنعجز حد، يعني كندير وصفات ولكن كنعجز اني نوض ونشد الكاميرا ونصور كتجي شويه صعيبه، على داكشي ما كنديرش بحال هاد الفيديوهات هادو بزاف، ولكن كنعطيكم هكا معلومات على حساب كيفاش ديري تتعاملي مع شعرك خصوصا في هاد الفتره كنكونوا في فصل كنوليو في فصل واحد اخر، يعني كنا في الحال سخون ولينا في الحال بارد، درجه الحراره تغيرات، دونك الشعر كيتساقط وهذا التساقط هذا راه عادي كيعانيو منه بزاف ديال البنات، يعني تساقط اللي هو عادي. فاش كوني كتغسلي يعني الماء ديالك حاولي انه ما يكونش سخون بزاف لان الماء كيحل المسام والزغبات تكون سهله باش انها تطير من بلاصتها. حاولي انك تغسليه غير بالصبيعات ديال يدك الا كان شعرك ما طولش، غسليه غير بالصبيعات ديال يدك وصافي حتى كطيح الشعر بزاف. اخر تعليق عرفت راسي عيقت عليكم واحد شويه، ولكن المهم الكومنتار ديال فرح الفرايتي صراحه عجبني وبغيت نقوله واخا ماشي سؤال ما حتى حاجه. المهم كتبت لي الصراحه هاد السيده باش كتعجبني انها انسانه صريحه، كتحط الوصفه بلا حلوف بلا والو وبلا كثره الهضره، ماشي بحال دوك اللي عندهم قنوات في يوتيوب وزايدينها بكثره الكلام والحلوف وحتى نتيجه ما كاينه. برافو عليك اختي، شكرا بزاف اختي فرح لهلا خطك عليا على هاد الكومونتير الزوين اللي كتبتي ليا، وكنت جاوبتك في التعليق عاود تقريت الكومونتير ديالك حيت فريمون عجبني بزاف صراحه. انا ماشي من النوع اللي كنحلف، نبقى عليكم اقسم بالله هاد الوصفه زوينه جربوها وحق الله، يعني راه الانسان كيجرب الوصفه، وانا اصلا ما كنحط الوصفه في القناه حتى كنكون متاكده منها انها اول حاجه ما غاديش تضرك لا سواء في شعرك لا سواء في البشره ديالك، ثاني حاجه الوصفه كتكون مضمونه يعني وكتعطي نتيجه 100%، اما شي حاجه اخرى اللي عارفها ما كتعطيش نتيجه راه ما كنحطهاش في القناه وما كنبغيش شي حاجه تضركم، كيف ما كنخاف انا على شعري كنخاف على البشره ديالي، فبطبيعه الحال غادي تخافي على واحد اخر، لان كيف ما انا عزيز عليا شعري وعزيز عليا وجهي فاكيد وحده اخرى حتى هي راه بحالي حتى هي عزيز عليها راسها، ما بغيلهاش الضرر نهائيا. وشكرا لكم على الكومنتات ديالكم، شكرا على الوقت اللي كتاخذوا من وقتكم وكتفرجوا فيا، شكرا على لي لايك، شكرا على البارطاج، شكرا على اي حاجه كديروها معايا اللي خداكم عليا، وما تنساوش الا عجبكم بحال هاد الفيديوهات يعني مره نبقى نقرا لي كومونتير ديالكم خليوها ليا في القناه باش نبقى ندير مره بحال هاد الفيديوهات هذا، وتهلاو ليا فراسكم وسمحوا لي طولت عليكم. باي باي.